نرحب بحضراتكم دلوقتي الفقرة الحوارية، وزي ما نوهنا في بداية الحلقة احنا معانا كابتن شريف عبد المنعم. مش عارفة اقول بقى يعني نجم الاهلي السابق، ولا اقول الزميل، ولا اقول الشخص اللي وشه حلو علينا جدا، لان هو كل بتصدف كده كل ما بيكون معايا انا وكريم بيكون في بطولة الاهلي واخدها او ماتش الاهلي كسبه، يعني بيبقى دايما في مناسبة يعني مفترجة زي ما بيقولوا. خلينا نرحب بكابتن شريف، بس أأكد لحضراتكم يعني ان الحلقة دي مش هتبقى بس بنتكلم عن الكورة زي ما احنا متعودين، لا احنا هنتكلم عن الحياة الشخصية، هنتكلم عن الحياة في رمضان، هنروح لجوانب اوعد حضراتكم محدش راح لها قبل كده، وانا عندي محضرة اسئلة كتيرة جدا. بس نرحب في البداية، يا مساء الخير ورمضان كريم عليك كابتن شريف، ومبسوطين بجد انك معانا. يا مساء النور، كل سنة طيبين، كل سنة طيبين كريم، وربنا يخليك يا كابتن. على التقديمة الجميلة دي، ايام مفترجة فعلا وايام جميلة، ومن فوز لفوز لفوز أيوة. لفوز. الحقيقة المنظومة كلها الحمد لله، كانت في القناة أو في المؤسسة كلها، مؤسسة الأهلي، الحقيقة فعلا الحمد لله وشينا كلنا حلو على بعض، اتعودنا ان احنا دايما ولسه نبقى. ولسه اللي جاي احلى. العيد جاي، كلمه الفوز، يبقى ده يخلينا بقى نبتدي مع حضرتك، ان احنا فعلا زي ما نهواند بتقول عندنا جوانب كتير نتكلم مع حضرتك عنها، بس تعالى نبتدي بماتش امبارح، وبعين الخبير كيف رايت هذه المباراه؟ رايت المباراه امبارح وانا قاعد بتفرج كده، بمدير فني قال للعيبه هفن، انزلوا استمتعوا، انزلوا اعملوا شخصيه كل لاعب فيكم. الحقيقه اول 45 دقيقه، اول ثانيه في المباراه بشوف انطلاقات، بشوف شخصيات بتثبت قد ايه فردياتها عاليه جدا، قد ايه امكانيات لعيبه النادي الاهلي موجوده. شوط ما شفناهوش بقالنا فتره للضغوط النفسيه اللي كانت موجوده على اللعيبه من بطوله لبطوله لبطوله لبطوله، الفوز لفوز لفوز لفوز. الحقيقه الحمد لله، من غير اصابات طبعا، مش هتكلم الغيابات والحاجات دي، اللي انا شفته رجاله بجد امبارح اثبتوا ان هم لعيبه كوره، لعيبه كوره بيستحوذوا على كوره حوالي 70% اول شوط، ما بيخلوش اي ميس باس، اي فرصه للفريق المنافس ان هو يكون ليه وجود، مع تصور ان المباراه يعني كانت ممكن تخلص في اكتر من اهداف في الشوط الاولاني لولا الهدف الجميل اللي جابه شيكابالا. الحقيقه عدل شويه وضع نادي الزمالك في الملعب، ولكن مدفع السحور ضرب محمد شريف ضربه تاني، ما خلاش فيه الوقت اللي احنا يتهيأ لنا السيناريو هيمشي ازاي، في اي خطوره رجع لوضعه الطبيعي، وضع السيطره بتاع الشوط الاولاني. فقدوا مباراه كبيره جدا، نجوم كتير قوي جوه المباراه ان ما كانش كلهم، فهنتكلم. كان عندك يعني قطعية حلوة منهم غايبة، الغيابات دي كانت من النقط اللي الناس كتير كانت خايفة منها قبل بداية المباراة، هل كنت قلقان من التفصيلة دي، ولا كنت عارف ان اللي هيحصل ده هيحصل؟ انا كنت منبهر امبارح، مش قلقان. انا لو قلقان حتى او بعمل صف النجوم اللي مش موجود، بعمل حسابه وبديله قدره، من اول الشناوي، المعلول، محمد هاني، بتفضل ماشي بقى في كل خط عندك اتنين تلاتة، حتى وليد امبارح بيلعب هو متعور، لما نزل بديل، ناصر مغبوط قبلها في دراعه، يعني عندك كتيبة اصابات وكتيبة روح عالية جدا بتثبت ان التيشيرت الاحمر فعلا ان هم قد ان هم يكونوا موجودين. مش عايز اقول ان مجلس اداره النادي الاهلي لما بيروح يقعد مع اللعيبه ويحفزهم، لا ليه يقول، لان على راسهم الكابتن محمود الخطيب بيبقى ليه ساحر، بيبقى ليه تاثير ساحر. الحقيقه اللعيبه بتنبسط، اللعيبه بتادي، اللعيبه بتفهم بسرعه. عدم التشكيك في الجهاز الفني بتاعنا، في الاداري، في كل حاجه، كان الرد بالغ ورد جامد جدا. الجميل بقى في المباراه كله الروح اللي كانت بين اللعيبه، صحيح الحكم اللي نجح بامتياز، واللعيبه ساعدته على ان يكون هذا الوضع. ضربه جزاء جت واتلعبت، اتصدت بقى ما اتصدتش، يعني ده العادي، كل واحد خد حقه، كل واحد كان في الملعب بيحاول يؤدي اللي عليه، مشروع حق مشروع لكل فريق انه يقدر يدافع عن نفسه ونقدر يجيب اهداف. فكانت المباراه الحقيقه مثاليه في كل شيء. في بقى نقطه كمان كابتن شريف كانت حلوه، لان امبارح انا عندي اصدقاء كتير بتابع تويتر يعني بعد اي حدث، امبارح حتى الزملكاويه كانوا بيتكلموا ان فعلا الحق الاهلي لعب بجداره وكمان يستحق الفوز. دي انا شفتها كتير جدا من زملكاويه، وانا احترمت ده بشكل كبير بصراحه، وكلنا علقنا يعني هارد لك زمالك، مبروك الاهلي. أيوة. مباراه تشرف مصر، كلنا علقنا قلنا الكلام ده. وده المفروض شيء طبيعي، يعني هنقابل بعض يوم 28 رمضان، يعني تاني، يعني في فرص تانية ان احنا
لقاءات القمه دي انها بتدي رساله قويه جدا في كل شيء الحقيقه. صح. وده الوضع الطبيعي اللي احنا بلدنا فيه الحقيقه دلوقتي، بنطلع ببنيه تحتيه برياضه بكل شيء يعني، وده اللي الناس لازم تفكر فيه ان احنا نبقى بقى بناءين يعني. بس التفاصيل حضرتك ذكرتها معظمها طلع على حد تعبيرك، بس الحته دي فضلت بعافيه حبتين. وخلينا نرجع نكمل كلامنا في النقطه دي، نستاذنك بس فاصل سريع جدا ونرجع نكمل حوارنا مع النجم الجميل كابتن شريف عبد المنعم. اتفضل.